كلمت اربع شخصيات وطنيه وثم جماعه اخرين حبيت نكلمهم لكن الهاتف نتاعهم ما جابش حصل عليهم. كلمت رئيس عماده المحامين سي عبد الرزاق الكيلاني. نعم. كلمت سي جراد. كلمت سي الطريفي. وكلمت سي نجيب الشابي. الاربعه اللي كان عندهم حضور بارز في اثناء صحيح. قلت لهم تقريب نفس الشيء وجاوبوني تقريب نفس الجواب. قلت لهم يا وخياني رانا امام يوم تاريخي. نهار 14 هذا. نهار 14 الصباح. مضيفا انه اتصل في صبيحه يوم 14 جامي بكل من عميد المحامين السابق عبد الرزاق كيلاني ورئيس منظمه التونسيه لحقوق الانسان مختار الطريفي. الرابطه. اي نعم سيدي. ورئيس اتحاد الشغالين. نعم. عبد السلام جراد. واخيرا برئيس احد الاحزاب الحاضرة آنذاك الأستاذ أحمد نجيب الشابي. أحمد نجيب الشابي. قلت لهم رانا أمام فترة تاريخية من فضلكم الناس اللي قاعدين قدام الوزارة الجماهير اللي قدام الوزارة قولوا لهم حويجة بركة ما يحاولوش باش يقتحموا الوزارة خاطر كان يقتحموا الوزارة ما عادش نجم نتصرف حتى في شيء وما دامهم يظهروا بصفة سلمية راهي التعليمات وطلب منهم السعي مع المتجمهرين بعدم مجابهة وزارة الداخلية باعتبارك وسطها غادي. أنا هم أنت في وسطها. لا أنا ما حبيتش نجابك بشهادة سي عادل التويري اللي قلت له أنت أذنت له بإطلاق النار على المتظاهرين وقلت له بعدهم علينا هذوم. لا ما حبش نجيب. ثم سيد الرئيس جاوبوني نفس الجواب قالوا لي رأيك الجماهير هذيك ما يتحكم فيها حتى حد ولكن أيوة. عندنا جماعتنا موجودين أيوة. ورانا وصينا باش المظاهرة تتم بهدوء. هذا اش قالوا لي الأربعة. فقد تم إعلامه بأنه لن يقع اقتحام الوزارة وأنه لم يقع المساس بحرمة أي شخص داخلها. قالوا لك لباس أنت مش تدوي عليك. لا مش علي أنا. أنت توها سعادة التويري يقول اللي أنت أعطيته التعليمات قلت له استعمل جميع الوسائل قلت له الناس هذوما باش يدخلوش الوزارة. يستحيل. وقت اللي طلعوا ومعنا جنرال عمار موجود في مكتبي. طلعوا من بعد في الشباك مجموعة من الشباب أيوة. ونحوا علم تونس. وقتها قلت لسي عادل وسيد المدير العام الامن العمومي سي الزواوي قلت لهم بالله امشيوا تحطوا معاهم علاش مش معقول الحق ارتبكنا وقتها ومشاو لهم تحطوا معاهم مضيفا بانه عشيه يوم 14 جانفي لم يطلب من المتهم عادل التويري باستعمال جميع الوسائل المتاحه صحيح لابعاد المتظاهرين عن مقر وزاره الداخليه صحيح هذا انا وانما طلب منه فقط وكذلك من المتهم لطفي الزواوي محاورة المتظاهرين وإحقاقا الحق سيد الرئيس نهار 14 كان تم تجاوب من القيادات الأمنية هذه سواء كان سي عادل التويري اللي كان دائما مرابط في الوزارة حتى ساعات يرقد فوق الفوتوي معقول في بعض الحالات يجي البيرو يبدا راقد كيما تعب الحقيقة كان اتفاق كامل باش المظاهرة هذيك تتعدى بدون تدخل الأمن.